السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد ومكان جديد. احنا النهاردة عند وجيه ضجة. فيديو النهاردة هيكون عن كل انواع التوك، بس الفيديو ده هيكون جملة، يعني اقل حاجة هتكون دستة او باكت على بعضه. بس ممكن في الدستة دي تكون التوكة وسعرها في الدستة حوالي 75 قرش، وممكن تكون دستة كاملة 12 توكة واقفة على 10 جنيه، بس هيكون ارخص كتير من القطاعي. هنشوف معانا التوك الاستيك والكلبسات، دبابيس الطرح، التوك الطوق كمان، هنشوف معانا الحنة، هنشوف معانا بندانات الاطفال، هنشوف معانا كمان البندانات الحريمي، عقل الصوابع، الاسكارفات، كل حاجه هنشوفها معانا بالاسعار. بس اقل حاجه في الفيديو ده هيكون باكت على بعضه. احنا موجودين فين؟ احنا عند وجيه ضجه في الموسكي، حاره اليهود، مول السني، الدور الثاني. العنوان بالتفصيل هتلاقوه اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدا الجوله على بركه الله. معانا ايه برضه يا حمدي؟ شكل الكليبس دوت اللي هو شكله كلبس ايه؟ بدلايه. تمام، عامل كام الكلبس بالدلايه؟ عامله 72. يعني واقف على كام؟ 6 جنيه. تمام. في حاجات يا جماعه تنفع معانا جمله بالباكت، وفي حاجات هتنفع قطاعي. لا ينفع قطاعي هقول لكم برده في قبل الفيديو. ده ضد الكسر 30 جنيه. ده ضد الكسر 30 جنيه. حلو قوي. ده ب 30 جنيه، يعني الواحده واقفه بكام؟ ب 2.5. القطعه من دي ب 2.5 ضد الكسر. تمام، حلو قوي. في طوق كتير قوي، يعني طوق زي ده ممكن نطلع واحد نشوفه. الطوق ده ينفع سوارهات قوي للاطفال، يعني افراح. في شغل استرس كده شكله تحفه. عامل كام ده؟ ده في حاجات القطعه واقفه 9 جنيه، في حاجات 9 جنيه 8 جنيه. يعني ده في حاجات 9 وفي حاجات 8، بس اللي هياخد اقل حاجه 6 ممكن عشان تتحسب جمله. تمام؟ ده 48. دي هيتباع كلها كده ب 48، يعني عامله كام دي؟ 4 جنيه. دي هتبقى ب 4 جنيه في الدسته، بس اللي هياخد هياخد الباكت على بعضه كده ب 48 جنيه، اشكال منها كتير بقى. تمام. حاجه زي كده الباكت دوت عامل 66. 66 يعني القطعه ايه؟ 5.5؟ 5 جنيه ونص القطعه من دي، بس هتاخد الباكت على بعضه 66. كده 4.5، الدسته ب 54. كده هتبقى القطعه ب 4.5 والدسته كلها بكام؟ الدسته كلها ب 54. ب 54، بس اللي هياخد هياخد باكت يا جماعه، انا عمال انور. عشان المكان هنا جمله. برضه ده هيبقى 54، واللي هياخد هياخد باكت كده ب 4.5 القطعه، اللي عايز يبيع بقى عشان يعرف القطعه واقفه على كده. تمام. دي اللي هي السيراميك عامله 72. حلو قوي. دي ب 6 جنيه. تمام. كبير والصغير وحاجه زي كده. الطوق دي عامل 72، ده هيبقى ب 6 جنيه. الدسته ب 72، الدسته اللي هي 12 يا جماعه مش 6، عشان في ناس بيحسبوا ستات. الجمال ده ب 5 جنيه يعتبر، صح؟ دوها تاخدوها ب 60، القطعه توقف ب 5 جنيه معاكي. في ايه معانا كده؟ دي بكام؟ 27. دي ب 27 جنيه بس؟ تعتبر 2 جنيه. ب 2 جنيه؟ حلو قوي. دي ب 2 جنيه الواحده، بس هتاخدوا الباكت على بعضه. عايز اقول لكم في اشكال منها، صح؟ اشكال ثانيه منها. اشكال منها، تمام. في معانا بندانات اطفال ثاني. بندانات اطفال دي عامله 60. يعني ب 5 جنيه؟ 5 جنيه بس اللي بياخد بياخد باكت. كل ده باكت، لو حاجه هتبقى معاكم بالقطعه هقول لكم برضه. الفوطه دي عامله 36. 36 جنيه. الالوان بتبقى ب 24 جنيه. تمام، يعني دي هياخدوا، ينفع كيس كده ولا لازم الباكت على بعضه؟ باكت على بعضه. الباكت فيه كام واحده؟ الباكت فيه 12 كيس. 12 كيس زي ده عامل كام؟ 3 جنيه. يعني كيس زي ده ب 3 جنيه. الباكت كام؟ ب 36 جنيه. والله حلو قوي. في منه الالوان وفي الابيض واسود. في منه الالوان، بس الالوان بتبقى ب 24. ب 24. ارخص من الابيض واسود. تمام. الفوطه دي عامله 84. دي عامله 84. بص حاجة زي كده. دي عاملة كام قلنا؟ 7 جنيه. 3 4 عاملة 84. بتبقى ب 7 جنيه الواحدة. دي هتبقى ب 7 جنيه بس برضه باكت يا جماعة. ما ينفعش فيها 6 جنيه. دي بتدست على طول. تمام. عايز أقول لكم بندانات الأطفال أشكال كتير قوي قوي. الشياكة دي برضه هتبقى ب 30؟ ب 60. ب 60 قصدي؟ ب 60. حلو قوي قوي. الشياكة دي عاملة 42. التوك دي عامله 42، يعني القطعه بكام؟ 3.5. القطعه من دي ب 3.5، بس هتاخدوا الباكت كله 42. تمام. بندانات الاطفال دي اشكال. بندانات اطفال اشكال. زي كده عامله كام دي برضه؟ دي ب 4.5، الدسته ب 54. الدسته ب 54 والقطعه ب 4.5 جنيه. عادي ممكن تاخد 2.5، لان الكيس بيبقى جاي نص دسته. تمام، يعني الكيس بيبقى جاي نص دسته اساسا، يعني الكيس زي ده يبقى بكام؟ عامل 27. 27 جنيه بس ده 6 مش 12. تمام. 10 جنيه. 10 جنيه الواحده؟ الدسته كلها ب 10 جنيه؟ يعني دي ب 10 جنيه؟
ده مش مكمله 9 جنيه؟ مش مكمله جنيه، مش مكمله قصدي جنيه، يعني حوالي 75 قرش. حلوه قوي دي ب 10 جنيه 12 توقه. والساده بتاعتها بصوا ساده او منقوش ب 10 جنيه ل 12 توقه من دول، تمام. حلو قوي يعني مش مكمله 75 قرش. دي هتبقى عشان فيها خصوص هتبقى الدسته ب 15 جنيه، يعني جنيه وربع تعتبر. تمام. حلو قوي. الدسته ب 10 جنيه. في حاجات زي كده. دي القماش العادي، الدسته منها ب 10 جنيه. 12 قطعة. حلو قوي قوي، برضه 75 قرش. بصوا حاجة زي كده 12 قطعة ب 10 جنيه، والله حلو القطيفة والعادي. القطعة تعتبر 3 جنيه. القطعة من الأستك ده 3 جنيه، بس دي فيها استرس معدن كده. استرس مش لازم. قطعة معدن، لا حلو قوي، تمام. البندانات دي عاملة 48. بصوا البندانة من دي. دول 12 عاملين 48. 12 عاملين 48، القطعة عاملة 4 جنيه. القطعة ب 4 جنيه، حلو قوي قوي بجد. البندانة دي عاملة 24 2 جنيه. دي بندانة ب 2 جنيه، ممكن نشوفها دي عشان مش باينة أوي. بصوا البندانة دي والله شكلها تحفة برضه، البندانة دي هتبقى ب 2 جنيه؟ ب 2 جنيه القطعة. ب 2 جنيه القطعة. تحفة حلوة جدا، حلوة أوي أوي. تمام. الأستك دوت عامل 24 أستك. يعني ب 2 جنيه. بصوا أستك زي ده الثقة فيه ب 2 جنيه بس. بس هتاخدوا الباكت على بعضه 24. بصوا دي برضه الثقة منه ب 2 جنيه بس هتاخدوا الباكت ب 24 جنيه. حلو جدا جدا. الدستة ب 15. الكارت عامل 6 قطع. 6 قطع، يعني ده كله ب 15 جنيه. الكارت بجنيه وربع فيه 6 قطع. يعني الكارت من ده يبقى واقف بجنيه وربع فيه 6 قطع، هتاخدوا الباكت كله 15. حلو قوي قوي. التربونات دي تربونات. شوفها طيب ب 12. ال 12 عاملين 30، يعني 2 ونص. ب 2 جنيه ونص التربونة؟ اه. الجمال ده. بصوا التربونه ب 2 جنيه ونص، التربونه من دي ب 2 جنيه ونص حبايبي، هتاخدوا الدسته كلها بالوانها تعتبر، بس في حاجات متكرر الوانها برضه. بصوا الدسته كلها كده هتبقى بكام؟ ب 24 30 جنيه. تمام. الدسته كلها التربونات ب 30. دي الدسته عامله 15. دي تربونه ثانيه ولا دي ايه؟ لا دي التوكه. عامله كام دي؟ عامله 15 جنيه، يعني القطعه جنيه وربع. القطعه بجنيه وربع، التوكه من دي بجنيه وربع، بس بتاخدوا ال 12 واحده ب 15 جنيه. عارفه حلوه جدا 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 بجد. بصوا في كميه، في توك لسه ثانيه هنشوفها جوه. هنكمل معاكم التوك، تابعونا لاخر الفيديو. في ايه معانا ثاني قلنا؟ ايه الدبوسه الابره دوت ب 15 جنيه فيها 20 علبه. ال 20 علبه ب 15 جنيه؟ 20 علبه ب 15 جنيه. يعني الواحده مش واقفه على جنيه برضه. مكمله جنيه. ايه ده حلو قوي. 75 قرش. ايه الجمال ده؟ تمام. في حاجه منه اعلى، في حاجه ب 36 جنيه فيها دستتين. 36 جنيه فيها دستتين بس كله رفيع صح؟ في 24 قطعه. مفيش الدبابيس الكبيره فيه؟ تمام. دي قلنا 24 قطعه بكام؟ يعني بجنيه ونص القطعه. بجنيه ونص القطعه، تمام. حلو قوي. 36. هو ده الاكبر من ده اللي هو الحجم الاكبر. عامله كام دي؟ دي ب 60 جنيه. يعني الباكت كده ورينا الباكت كده. يعني الباكت زي ده ب 5 جنيه بس ده كتير قوي. اه في مجموعة الواحد ب 5 جنيه شكله تحفه. تمام. يعتبر من انضف الانواع. دي تعتبر اللي هي الحبايه الخرز بتاعته رفنعه. رفنعه. تمام. في العريضه برضو موجوده ولا ايه؟ لا على كارت موجود. تمام. هنشوف معانا ايه تاني. اسطمبه الحنه دي. اسطمبه حنه. دي عباره عن 12 كارت. 12 كارت مع بعض. الكارت كلها ب 18 جنيه، يعني الكارت ده كله بجنيه ونص. الكارت الحنه ده كله هيبقى واقف على جنيه ونص، بس اللي هياخد هياخد كله مع بعض. الباكت كله كده ب 18 جنيه. تمام. حلو قوي. في ايه معانا تاني؟ في البوتي بلندر مع الغسول. اه البوتي بلندر مع الغسول. عامله 120. يعني بس هياخدوها مع بعض. اه 120. عادي ياخد منها قطعه عادي. عايز ياخد قطعه؟ عامل منها عرض دي عادي. تمام. يبقى القطعه واقفه على كام منها دي؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. حلو قوي. تمام. والعقله دي؟ الصوابع. عقلة الصوابع. الدست عامله 60، يعني القطعه واقفه عليك 5 جنيه. 5 جنيه عقلة الصوابع، حلوة قوي، أشكال منها كتير. السيلفر والجولد والأسود. البندانة الأسود دي عاملة 30 ب 2 ونص. البندانة دي هتبقى ب 2 جنيه ونص، بس اللي هياخد هياخد ال 12. هياخد ياخد ال 12. 30، بس هي الأسود بس، تمام. دي بتبقى جاية أسود بس. في حاجة منها ألوان. في حاجات ألوان. في حاجات. بس حاجات زي كده. زي دي. أه، زي دبدوب كده. عاملة كام دي بقى؟ تبقى اشكال. 120. يعني الواحدة بكام؟ ب 10 جنيه. تمام. بس هتاخد برضو باكت صح؟ ممكن ياخد منها نص وربع. يعني. نص وربع ثلاثة برضو عادي؟ تمام. بص الحاجات اللي ينفع فيها نص أو قطع أو ثلاث قطع بنقول لكم برضو. البندانة دي بتطلع بره، دي عاملة 54. أه دي اللي إحنا شفنا منها بره. 4 ونص. تمام ب 4 ونص. والحنة دي عاملة كام اللي هي قدامنا دي؟ الحنة دي فيها أشكال، في التاتو دوت عامل 15 جنيه. طب ممكن تجيب واحدة بعد إذنك؟ الدستة كلها؟ الدستة كلها عاملة 15 جنيه. يعني ال 12 واحد من ده؟ ال 12 واحد ب 15 جنيه؟
حلو قوي قوي قوي. في منه بقى يعني كارت بجنيه وربع وحاجه زي كده عامله كام؟ في حاجه زي كده عامله 42 3.5 42 بس دول هتاخدوا ال 12 مع بعض. 12 مع بعض الكارت واقف على 2 على 3 جنيه ونص. على 3.5 تمام. في ايه معنى توك تاني؟ في اشكال توك برضه هنا تاني. ايه بص كل دي الشعر بتاع الشباب بندنت الشباب هي مش باينه قوي. بص دي الشعر بتاع الشباب دي بتاعت الشباب بقى عامله كام؟ عامله 42 الدسته تعتبر 3.5 دي تعتبر ب 3 جنيه ونص بتاعت الشباب دي بندانه الشباب حلو قوي تمام. ده عامل 36 يعني بكام؟ ب 3 جنيه ونص 3 جنيه حلو قوي. كل دي احنا بس في التوف عايز اقول لكم كميه توف رهيبه. اه الجليتر دي عامله كام دي برضه؟ 48 الكارت عليه 2 الكارت يبقى بكام الاثنين؟ يعني الكارت كده ب 4 جنيه ب 4 جنيه بس عايز اقول لكم اشكال يعني اللي معايا دي ورده دي فيونكا دي فراشه حلو قوي قوي تمام. في اشكال لحضرتك زي كده الاستك الرفيع اللي الناس بتحبه بقى الدسته كلها ب 48 جنيه الكارت عليه 6 الكارت فيه 6 حلو قوي. الكارت عليه 8 هو كاتب 10 10 بيس 10 قطع تمام حلو قوي مش 8 10 تمام عشان هما خمس الوان وكل اثنين اه تمام يبقى 10 4 جنيه كده كارت ب 4 جنيه الكارت دوت اللي هو البندانه البندانه الدسته عامله 66 شوفها برضه معانا كده بس فوق يعني الواحد بكام كده؟ 5.5 ب 5 جنيه ونص الدسته عامله 66 بس بياخدوا بالدسته 66 بالوانها تعتبر بألوانها. تمام وفي منه حاجه مستورده عامله 90 حاجه مستورده زي كده عامله 90 يعني القطعه تبقى بكام؟ ب 7.5 على كارت برضه بس دي برضه تنفع بالسته ولا دسته على بعض؟ عادي ممكن تشتغل ممكن سته برضه عادي تمام. بص عايز اقول لكم اشكال السوك هنا ما شاء الله اللهم بارك كتير قوي حاجه زي كده عامله كام برضه؟ ايه الجمال ده؟ 48 ده عامله 54 دي هتبقى 54 اه يعني القطعه بتاعتك 4.5 ب 4 جنيه ونص حلو قوي. اه ب 4 جنيه ودي القطعة منه واقفة على 4 جنيه بس كل ده بتاخدوه بالباكت انا عمال انوه بس دي كتير قوي دي معدن؟ اه بلاستيك ده معدن دي معدن حلو قوي عاملة كام دي؟ الدستة ب 96 96 يعني القطعة واقفة 8 جنيه 8 جنيه بس دي معدن تقيل قوي ده الكاسات ده الصغير بتاع الاجيارك اللي هو ضد الكسر ده ضد الكسر عامل كام الكارت؟ ده ب 18 جنيه ده ب 18 جنيه كله 18 حلو قوي الوانه كلها مش شكل بعض يعني مفيش لون شكل التاني وفي ابيض لوحده برضه تمام حلو قوي. في بندانات وفي اشكال كتير جدا ما جبناهاش معانا في الفيديو. احنا النهارده كنا عند نمبر والعنوان بالتفصيل هسيبه لكم في اول تعليق مثبت وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. احنا حبايبي دلوقتي قدام ممر المشاه اللي في شارع بورسعيد انا هوصف لكم ازاي توصلوا عند وجيه ضجه بكل سهوله العنوان سهل وما يتوهش. احنا في شارع بورسعيد في القاهره واللي قدامنا ده ممر المشاه كوبري المشاه هنلف كده على طول هنشوف معانا اللي عملت لكم عليه زوم ده كوبري الازهر هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتاخدوا ميكروباص تقولوا عايز ننزل عند جامع البنات او عند اول شارع بورسعيد هينزلكم على طول تحت كوبري الازهر اللي عملت لكم عليه زوم هتفضلوا ماشيين ومكملين في الشارع لحد عصام وعمر بتاع الشنط اللي انتوا شايفينه ده شنط ونضارات هنكمل ونمشي احنا من جنبه مش هنطلع الكوبري ده كوبري المشاه لو طلعناه هنروح ضرب البرابره بقى والعتبه من الناحيه الثانيه على طول. احنا هنكمل من جنب كوبري المشاه قابلنا بقى بتوع مستحضرات تجميل كتير بقى وشنط بكيك حاجات زي كده احنا عايزين نوصل بقى مول السني الدور التاني علوي عند وجيه ضجه هنخش ممر الشابوري ممر الشابوري ده اللي على اوله محل الزعيم اللي انتوا شايفينه ده احنا هنمشي في الممر ده لحد ما نقابل مقرونه ابو ياسر ونسال هناك على مول السني عايزين نوصل عند وجيه ضجه الف مين هيدلكوا يعني المكان مشهور ومعروف جدا. يا رب يكون الجوله النهارده عجبتكم ما تنسنيش في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.